تزهين في العالي علي بسم البحرين بالبيرق الغالي تاريخك الزاهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال من اول وتالي شجعان فرسان لعبيا ولطويس وكحلان هواهم المقناص ويا الابل والشعر صانوا لنا تاريخ قد من فعلهم شان أهل البحرين أهل البحرين فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس احنا احنا أهل البحرين أهل البحرين فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس من يلتقي فينا يلقى معاني الطيب ومن جود طيبتنا يتعطر الأحساب من يلتقي فينا يلقى معاني الطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحساب يسار يا محلاك تزيني في العالي تزيني في العالي مطين وسمها الخير ما غيرها نوالي علي بسم البحرين عز وشموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي Thank you.
مساء الخير مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، اكيد مسائي طلع عليكم من سارية الخير، سارية مملكتنا الغالية، ومن القرية التراثية التابعة لوزارة شؤون الإعلام. أكيد نحييكم أنا وأخوي زميلي حسن محمد، وأكيد الغالية أم بخيت ويانا. مساك الله بالخير، مساك الله بالسعادة والفرح. أكيد أمسي أيضا على مشاهدينا الكرام وحييكم في هذه الحلقة، ولي الحلقة رقم 29. تخيلي نيلة، يعني ما شاء الله مرت. طافت الأيام بسرعة، الأيام الحلوة طهف. الجميلة إي والله العظيم طهف مشت علينا سريع سريع، بس إن شاء الله هذه الأيام راح تكون مستمرة معاكم بإذن الله إلى أيام العيد إن شاء الله، وتحديدا لثالث أيام عيد الفطر المبارك بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. قبل أن نبتدي أكيد معاكم اتصالاتنا، حابين نوجه الشكر الجزيل اللي سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لبرنامج السارية، وأيضا شكر موصول للجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة باتلكو على دعمهم الكبير طيلة هذا الشهر لبرنامجنا. وأكيد نوجه الشكر الجزيل إلى شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده، أيضا نشكر شركة إبراهيم خليل كانوا اللي ما قصروا معنا وقدموا لنا السيارات في هالبرنامج. ومثل ما أقول دائما أن هذا الدعم هو اللي قاعد يشجعنا ويخلينا نستمر معاكم يوميا بإذن الله للعيد. أما الحين مشاهدينا ننتقل وين؟ حق أم هلال، وين؟ في العين. ونشوف إن شاء الله شنو غبقتنا لليوم، وراجعين لكم في السارية. مرحبا، والله يمسيكم بالخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في اخر يمعه من جمع رمضان الكريم، ويعلها ان شاء الله ما هو بالاخيره بالنسبه لنا ولكم. اختي الله يمسيك بالخير. هلا مسيك بالخير والسعوده. الله يسلم عمرك، شلونكم يا بنيات؟ عساكم على القوه. الصلاه على النبي محمد على هالخير والنعمه، ما شاء الله ما شاء الله، الروايح والجدور والدنيا والخير والعناب ما شاء الله، والعناب والبطيخ والصبار هي الصلاه على النبي. نعم. البطيخ البحريني البحريني ما شاء الله عليه، فطرناه بس زينه ما شاء الله، ما شاء الله الشكر اللي فيه ما شاء الله. الصلاه على النبي محمد سلمة. والجدور تقول انا تعالي الليلة أشوف التحضيرات شوي فيها غرابة غير التحضيرات. شنو قبقتنا أول؟ أول شي قبقتك إن شاء الله بتوصلك مرقوق ديوي، أكو تشوفوا يسوونا بالعين، أكو ياسين أصلي بالعين. هذا المرقوق الأصلي، المرقوق اللي مو بخبز جاهز. لا مرقوقنا مرقوق العدل، وسمك مبلح صافي مجبوس. هذا الليل ما نقدر نسوي ادوات، ترى المبلح بالصافي اخن واطعم يظهر، مكبوس مبلح ومرقوق ومرقوق بالدياي بالدياي. اي نعم، ليش ان النسوان البنيات يشكون اللومي والماي الوارد والزعفران حق هذا العيد. هاي والبنه ما شفنا فوق شلنا مني حطينا مني الشغل تذهبون ذهب. اي هاي والبنه العيد الله يعطيكم الصحه يا رب، يعودنا علينا وعليك وانت يا سلام عليك يا مطعم الدعوس. انا اشهد ان انت مطعم بحقه وحقيقي، انا اشهد. سلام عليك، يلا عود بس عقبتني عليكم العود. يا رب يسلمك. اي والله يا رب يسلمك. اروح حق بنيتي يا هلا نيلة وولادي حسن، ردي عليهم السلام. الله يسلمكم السلام. فمن الله يا حبايبي، فمن الله. مستمرين معاكم، ومثل ما قالت ام هلال، يا سلام عليك يا مطعم الداعوس، يا سلام على الاكلات الشعبيه على الحلوه. اي والله صدقت. اي والله، واحلى شيء ان هي تطمن على الغبقه اكيد، وتتاكد الاشراف العام عنده. هي اصلا انا دائما اقول ام هلال الاشراف العام عنده. اي والله صدقت. طبعا احنا اليوم يوم الجمعه، ومثل ما عودناكم اليوم يكون السحب على شنو؟ على السياره. مو خاش ورا ظهري بس، يعني
هذه بيكون لي المفتاح اليوم مثل ما قالت نيلة. اليوم راح يكون السحب على السيارة في مسابقتنا أكيد في السارية. طبعا سيارة اليوم يعني بتكون جاهزة. مجرد السؤال اللي دائما سألناه عن الرحلة والفيديو كانت في أي منطقة وأي سنة تحديدا. الفيديو اللي كنا يوميا قاعدين نشوفه. بس من بيكون سعيد الحظ اليوم اللي بياخذ السيارة يا نيلة؟ سعيد أو سعيدة الحظ يعني نتمنى أن من أول اتصال يجاوبون، لأن فعلا ما ودنا أحد يطلع من عندنا زعلان، وأكيد ما حد يطلع من عندنا زعلان. عاد سعيد وسعيدة الحظ بيكونوا رقم أربعة هالمرة، لأنه واحد واثنين وثلاث فازوا معنا، محمد أتذكر وفاضل ونورة، يعني شابين وبنت. صدق اليوم عماد بيسوون تعادل مع سعيدة الحظ ولا بيفوز مشترك جديد بعد معنا؟ كل التوفيق للجميع، وإن شاء الله جميعكم تكونون عند تلفوناتكم وتلفوناتكم مو بمغلقة، لأن السحب بيكون على الهواء. نسحب على أرقامكم ولما نشوف الرقم إن شاء الله نتصل عليكم، وبإذن الله تردون على الاتصال وتجاوبونا. طبعا مشاهدينا اليوم وصلتنا كيكتين ما شاء الله. صحيح. كل واحدة تقول الزود عندي. أيوة الكيكتين هذي لن وصلنا من عند كرامبلز بيكري، إذا ناخذ عليهم لقطة. طبعا الكيكة الأولية عليها صورة صاحب الجلالة الله يحفظه، الله يحفظه، وسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد الله يحفظهم إن شاء الله جميعا، يباركون لنا فيه على نجاح برنامج السارية. والكيكة الثانية فيها طاقم العمل والمشرف العام. طبعا الجنود المجهولة مو موجودين معنا في الصورة، بس يعني أكيد الشكر موصول للجميع. وشكرا كرامبلز بيكري على هذه اللفتة الجميلة والكيكات الحلوة اللي مقدمينهم لنا في برنامج السارية. أي والله ما قصروا. طبعا كل الشكر لهم. وعلى طول طبعا احنا كالعادة أكيد مسابقة السيارة تحديدا ومسابقتنا الرئيسية لازم تكون معنا الغالية العزيزة أم هلال اللي هي موجودة وصلت من العين. أم هلال بطيتي علينا اليوم شوية الغالية. هلا ما نقدر يا الغالية ما نقدر احنا. يوم ثوب البنفسج. يا سلام. بالعدل شوي. يا سلام. الله يحفظك إن شاء الله يا رب. دراعة البنفسج. دراعة البنفسج. ما أجملها من دراعة. يا سلام. تزينك ولا تزين، لا تزينينها ولا تزينك. حياك يا سلام علي. لا اليوم بعد الكسره بعقد اخضر ما شاء الله. التنسيق تبارك الله عند ام هلال. يا سلام. اناقه اسلوب جميل ثبت مع الناس يوميا. العالم قاعد تثبت. طبعا احنا اليوم يوم الجمعه، ايش عندنا يوم اللي ما عندنا السحب على السيارة؟ سحب على السيارة. اي نعم. على سؤال السيارة. نعم. سؤالنا الرابع بيكون ان شاء الله. ان شاء الله. تذكرين الاسبوع اللي طاف كانت معنا بنية؟ اي الظاهر بعد شكله خاطرش بعد بنية تفوز. إيه عشان نصير تعادل. اسبوعين شباب. اسبوعين بنات. اكيد طبعا. الحين اكيد مشاهدينا معاكم بنسحب على المتسابق اللي بيكون معنا اليوم. السحب بيكون على الهواء معاكم. بنشوف ليما تثبت على رقم واحد. الأرقام قاعد تحرك معاكم. إيه؟ بنشوف شنو الرقم اللي بيثبت عليه يا رب إن شاء الله. عموما مثل ما قالت نيلة يا رب التليفونات عندكم على طول تعرفون الإجابة، لأن للأسف اللي ما راح يعرف الإجابة بنضطر نحن على طول ناخذ اتصال ثاني. متصل ثاني. أتمنى إن يضيق الوقت من البداية ثبتنا على رقم. وطبعا الحين كنترول قاعدين يتصلون على المتصل. يا رب يرد علينا يا رب ويكون عارف الجواب ان شاء الله. الله اهم شيء. يا رب. رحلة القنص اللي كانت تظهر لكم على الشاشة يوميا في البرنامج، وحتى في وقت اللي ما يكون وقت البرنامج. صحيح. تظهر لكم على شاشة تلفزيون البحرين. حابين نعرف في أي منطقة وأي سنة كانت رحلة القنص هذه لصاحب الجلالة وأيضا المغفور له الشيخ زايد رحمة الهيان الله رحمة الله عليه. الله عليه. يا رب إن شاء الله يكون معنا المتصل معنا. ألو مساء الخير. ألو مساء النور. يا هلا ومرحبا. هلا. من معنا؟ غازي. اي نعم. مساك الله بالخير غازي. طبعا احنا قاعد نكلمك من برنامج السارية ومعانا انت الحين من الناس المحظوظين ان شاء الله، وتكمل بالفوز باذن الله اذا تعطينا الاجابة على سؤال مسابقتنا اللي كان ينطرح لمدة اسبوع كامل على الشاشة. فشنو جوابك؟ والله ما شفت احين في التلفزيون انا، بس ما ادري. رحلة القنص اللي كنا نطلعها يوميا على الشاشة، أي منطقة كانت وأي سنة؟ أسبوعيا كانت معنا يوميا تنعرض. نعم. يوميا تنعرض. منطقة القنص في الإمارات في البينونة شيء. شنو جوابك؟ شنو جوابك؟ في الإمارات في البينونة. تمام. منطقة البينونة. نعم. والسنة. والسنة. سنة. السنة.
يلا يلا يا غازي. يا غازي يا غازي لازم الإجابة تكون كاملة، لازم كاملة المنطقة والسنة. إيه؟ لأن السؤال كان منقسم على قسمين، هذه السيارة نعم. تعطينا إجابة سريعة أو على الأقل. والله عندك الإجابة يا غازي؟ عندك إجابة؟ لا والله للأسف عندك عشر. أخبرك أنه في البينونة في سنة. سامحنا يا غازي للأسف، وإحنا دائما نقول يعني عذرونا لأن الله. السؤال مقسم على شقين، المنطقة وأيضا السنوات، فأتمنى أن تكونون سريعين وعلى طول تكونون عارفين الإجابة دام اشتركتوا في هذه المسابقة. يلا ثبتنا على رقم جديد. نحاول أن احنا دائما نبسط لكم الموضوع، طول الأسبوع نعرض لكم السؤال عشان يكون عندكم وقت كافي أن أنتم تبحثون فيه وتجاوبونا. عندنا المتصل الجديد. ألو لحين يا رب إن شاء الله يا ألو قاعدة متحمسة أنا. ألو إن شاء الله. ألو مرحبا. الو الو هلا. الو مساء الخير. مساء النور الشيخه، معك برنامج الساريه، كلمه نيله جناحي، انت معنا على الهواء متصلين لك بخصوص مسابقه السياره. من معنا؟ معك فاطمه من فاطمه فيصل. فيصل ولا شويطه؟ فيصل. فاطمة عندك جواب السحب على السيارة، السؤال اللي عرضناه لمدة أسبوع، تعرفين الجواب؟ شنو كان السؤال؟ السؤال في أي منطقة هذه الرحلة وأي سنة؟ كلش ما عندي يعني ما كلش ما تابعت للأسف يا فاطمة. نعتذر منك نقول لك نشوف الاتصال الجديد للأسف. يا جماعة الثالث. نتمنى الناس اللي شاركون في المسابقة يعني تكونون متابعين مسابقتنا، لأن احنا نعرض السؤال يوميا. يعني حرام ملال نيلة ومشاهدين الجائزة سيارة. ويعني لازم فعلا دام ان انتم اشتركتوا في هذه المسابقة، يعني اتمنى ان فعلا تكونون عارفين الإجابة. يا رب المتصل الثالث نثبت وتكون الثالثة ثابتة يا رب ان شاء الله. طبعا المتصل قاعد نتصل فيه من الكنترول معنا على الهواء. الو مساء الخير. ألو مرحبا، شلونك؟ الحمد لله. من معنا؟ الله يسلمك، من معنا؟ لطيفة. طبعا أنا قاعد أكلمك أخوك حسن محمد من برنامج السارية. لطيفة مين؟ الله يسلمك. لطيفة الكعبي. لطيفة سؤالنا تذكرينا اللي على مدار أسبوع قاعد ينطرح على الشاشة، أحتاج منك الإجابة على السؤال. الرحلة اللي كنا نشوفها في أي سنة كانت واسم المنطقة؟ أتمنى لطيفة تعرفين الإجابة. طبعاً الرحلة كانت حق جلال الملك والمغفور له الشيخ زايد. نعم كانت في منطقة بينونة. نعم في سنة 1998. ثابت هذه ثلاثة ثابتة. ها غلط. 1998 98 صواب. خرعيلكم كلكم 1998. شلون بعد مبروك عليك يا لطيفة. عليك يا لطيفة وتستاهلين السيارة. سوينا لها يعني اليوم احنا معاها نخفضين شوي الكنترول. قالوا لنا السنة كم؟ قالت كانوا شاكلنا قالت 1988. هي صح قالت 1998 فعلاً الجواب الصحيح. كانت في منطقة بينونة في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1998 وثبتنا على السيارة حق لطيفة. تستاهلين يا لطيفة. ألف مبروك يا لطيفة الكعبي، تستاهلين السيارة. وفعلا كانت هذه الثالثة ثابتة، السؤال قصدي الاتصال الثالث ثابت. عاد الحين لطيفة فازت بالسيارة. الحين أنا أنت سمحي لي يا أم هلال، كل يوم حسن يسألنا عن ثيابنا. أنا الحين قامت تجيني اتصالات وأسئلة عن ثياب حسن. يا سلام، فيها سيارة إذا جواب. مالري أنت حيقول. طبعا ثيابي من قصر الوجاهة، أشكرهم طبعا هم معتنين فيني من أول يوم مع التصاميم الحلوة الشاد في العيد. إن شاء الله بالبس شيء وايد حلو بيعجبك إن شاء الله. منتظريني إن شاء الله. إيه والله فأشكرهم جزيل الشكر. الحين دوري أنا أسئلتي الاعتيادية. إيه تفضل. أبتدي في أم هلال طبعا غالية البنفسج الجميل هذا. شكرا. من وين؟ هذه نعم. من خياطة نعم. صالح الزري. يا سلام على صالح الزري. والثوب طبعا نعم
الشيخة هيبت علي. الله يحفظها، الله يحفظها إن شاء الله يا ربي. ومقصرة معانا هي والمجوهرات. يا سلام ليلى. أنا طبعا خلاص محمد صالح الزري. يا صارت سلام. صارت تعرف. لا بس دام عرفنا إيه؟ شنو لبسكم ومن وين؟ وهذه المجوهرات إيه؟ المنقولية. يا سلام. يا سلام. إيه نعم. بنطلع فاصل إن شاء الله معاكم مشاهدينا، كونوا جاهزين حق مسابقة السارية، في انتظاركم. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. مشاهدينا متواصلين معاكم من برنامج السارية، وأكيد لنا يعني مستانسين وايد. الفائزة الرابعة اليوم كانت بالسيارة لطيفة، جاوبت على السؤال يعني عقب ما سألنا المتصلين اللي قبلها. ونفس بقالة أم هلال صار تعادل، محمد وفاضل نورة ولطيفة. صح، هذه أهم شيء. طبعا الحين مشاهدينا أكيد بنتابع سؤال مسابقة السحب على السيارة لأول يوم العيد. ليش؟ لأن كل عيد بيكون عندنا سيارة إن شاء الله، فكل عيد بيكون عندنا سؤال. نشوف أول سؤال لأول يوم عيد، نتواصل معاكم إن شاء الله. منذ قديم الزمن والبحرين تولي اهتماما خاصا لسباقات الخيل، فقد أقيم أول سباق بحضور صاحب العظمة المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه، ترافقه وفود من دول عدة، وكان من بين الحاضرين من دولة الكويت الشقيقة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح. وشارك فرسان السباق بجيادهم التي تنحدر من سلالات عربية أصيلة، حيث عرفت خيل البحرين بسلالاتها النقية، كما اشتهرت برشاقة قوامها وبسرعتها الفائقة، وكان أشهرها العبية والجلابية. لطالما كان سباق الخيل محببا لدى الجمهور في البحرين، خاصة في أشهر الشتاء والربيع المعتدلة الجو. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. موسيقى.
طبعا هذا هو سؤالنا الجديد، شفنا معاكم السؤال، سؤال اول يوم عيد للحصول على السيارة ان شاء الله. ايضا سؤالنا، اين اقيم اول سباق للخيل في مملكة البحرين؟ ما شاء الله اللي حين يعني عندهم معلومات عن الخيول، اتوقع باذن الله بيعرفون الاجابة السريعة. ان شاء الله يا رب يعرفون الاجابة، ومن اول اتصال يجاوبون على السؤال عشان يكون فالهم السيارة وتكون فالهم السيارة. طبعا نرجع نتواصل معاكم الى مسابقة السارية والمتصلين معنا. اول اتصال امل سند. الو مساء الخير يا امل. يا هلا مرحبا. يا هلا ومرحبا فيك اختي امل، شلونك؟ الله يسلمك حبيبتي. شلون المعلومات شفتيها؟ ما شاء الله 29 يوم من رمضان معلومات قدمناها لكم من برنامج السارية، ان شاء الله كانت معلومات حلوه وتعرفين اجوباتها. والله بعضها نعرفه وبعضها ما نعرفه يعني، بس كانت سهله يعني. ان شاء الله المعلومات اللي اليوم بنسالك عنها تعرفينها ان شاء الله يا رب. من وين تكلمينا امل؟ من مدينة حمد حبيبي. والنعم فيك وهالمدينة حمد. جاهزة إن شاء الله حق المسابقة؟ إن شاء الله. إن شاء الله عيل، نروح حق الغالي أم هلال تفرش على طول. ما دام إنك جاهزة نشوف الديرة وين بترسيج. افتري الديرة. يلا نشوف الديرة وين بترسيج. ما شاء الله يا سلام. لا لا صلاة على النبي محمد. سيارة وراها سارية، ما شاء الله عليك أمل. ما شاء الله ما شاء الله، مبروك عليك يا بدون اسئله. هذه التحيه الحلوه. 500 دينار انا ملاكن بسالها، شفتي بس سمعت الصوت عرفت انهم شافوا كلهم. مبروك عليك ال 500 دينار الساريه المقدمه من لجنه رياضات الموروث الشعبي يا امل، مبروك عليك. والله والله هاي دعاء الوالده صراحه. يا سلام، هذه دعاها في العشر الاواخر استجابت الحمد لله. الحمد لله تستاهلين كل خير، مبروك عليك. تستاهلين. تستاهلين يا امل. وفرحه اليوم من البدايه ها؟ عجيب. الحمد لله. احلى شيء ان السياره وعقبها الساريه. يا سلام، طبعا عندنا مشترك جديد معانا هاني، نقول لك مساء الخير. مساء النور. هاني شلونك؟ طمني عليك. الحمد لله بخير تمام. الله يسلمك. هاني من وين تكلمنا؟ مدينة عيسى. والنعم فيك واهل مدينة عيسى كلهم. ان شاء الله جاهز هاني. الحمد لله ان شاء الله جاهز. باذن الله نروح عند الغالي ام هلال ونشوف الديرة وين بترسيك. يلا يا ام هلال. حياك الله يما يا هاني، جاهز ومستعد باذن الله نشوف ان شاء الله نشوف الديرة وين بترسيك. افتري يا الديرة. يا سلام، نشوف الديرة يا هاني. ايوه وين بترسيك؟ ما طلع يا هاني، تعرف وين ما طلع؟ هاني بس الله يخليك قصر على صوت التلفزيون. الله يخليك واسمعنا بس من التليفون تمام هاني؟ إن شاء الله. يا سلام عليك. سؤالك بيكون عن تاريخ البحرين. طبعا أوكي. هاني من فينا ما يهتم بتاريخ بلاده، وخاصة إذا كان تاريخ مشرف نفس تاريخ مملكتنا العزيزة اللي تاريخها فخر وتميز بعراقته وأصالته، وما في اثنين يختلفون على هذا الموضوع. وعلشان هذا التاريخ اللي درسناه ومثل ما نقول تعلمناه في المدارس وسمعناه من أهالينا وتابعنا أخباره في القنوات ومن شخصيات مختلفة، حبينا احنا كبرنامج نسلط الضوء عليه من خلال محور خاص سميناه باسم تاريخ البحرين. وسؤالك في البداية بيكون عندي إن شاء الله يا هاني. هاني كلنا نعرف أن الأمر ببناء مدرسة الهداية الخليفية بالمحرك كان تاريخياً لبداية التعليم النظامي الحكومي في مملكة البحرين، واللي أخر واللي أرخ له طبعاً كان في سنة 1919. سؤالي لك يا هاني، متى انتهى بناء المدرسة وانتظم الطلاب في الفصول الدراسية؟ أعطي خيارات. جاهز. يلا جاهز الخيارات. هل في سنة 1923؟ أو 1925 أو 1920؟ بيبتدي معاك الوقت 30 ثانية، أنت شاك في شنو عشان أنا أساعدك؟ أنا شاك في 20. في 20؟ أنا أقول لك أول ما نبدي بسم الله، أول ما نبدي 1900. أول خيار هاني. أوعى يا هاني. هاني 1903 و 23. يا هاني ثبت يا يمه ثبت. مبروك عليك يا هاني 100 دينار. هاني واللي سلمك ركز شوي على النغزات، هذا راح ندونه في البدايه. هاني ترى هذه 100 دينار يعني الحين يعني مشت عليك سهالات لان 30 ثانيه. اي والله
سؤالك الثاني بيكون في 30 ثانية بس ركز، واللي سلمك سؤالك بيكون عند الغالية أم هلال. مستعد أمي؟ السؤال يقول مستشفى الإرسالية الأمريكي من المستشفيات الموجودة في البحرين من سنوات عديدة، قاعدين نشوفه على الشاشة قدامك، زين خلك نبه وحرج. السؤال يقول في أي عام تم وضع الحجر الأساسي له للمستشفى الإرسالية الأمريكي؟ إمتى وضع الأساس، حجر الأساس؟ هل هو، حط بالك حق الخيارات، 1901، 1902، ولا 1903؟ واثنين. أحسن، ثبت. 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو، تستاهل تستاهل هذه 300 دينار، وكانت حلوة لأن فيها خيارات الحمد لله. السؤال الحين بتكمل حق 500، ترى سؤالنا الثالث ما في خيارات وفي 20 ثانية. إيش قلت؟ هاني سمعنا من التلفون واللي سلمك وقصر على التلفزيون. جاهز أنا جاهز. بتواصل؟ لا تواصل، لا لا تواصل، لأن إذا معلوماتك مهي بواصلة لذاك الحد أنا أقول لك اسلم على 300 وطيع تشوري. هاي هاني، في مجال أفكر؟ في مجال شنو هاني؟ هاني تعرف المشكلة أن أنت قاعد تسمعنا من التلفزيون مو مركز على التليفون، فالصوت صاير وايد عندك بعيد، فيا ريت بس تسمعنا من التليفون. بتواصل هاني ولا بتكتفي بالثلاثمية؟ ترى سؤالك الثالث وايد صعب. بتواصل؟ هاني ما سمعك. تواصل. بتواصل؟ خلاص اللي رايحك، دامك نويت ان تواصل بسألك سؤالك الثالث. طبعا بما ان مع ام هلال تكلمنا عن مستشفى الإرسالية الأمريكية، سؤالنا الثالث بيكون تحديدا عنا ويخصه. سؤالك الثالث يقول شنو هو الاسم الأول لمستشفى الإرسالية الأمريكية؟ الاسم الأول. يلا يا هاني عندك 20 ثانية فقط، يا رب تكون تعرف الجواب. ميسوم. شنو؟ قال ميسوم. ما أسمع، رفع صوتك يا هاني. ميسون. مستشفى ميسن. أثبت ميسون. مستشفى ميسن التذكاري. يا سلام، تستاهل. الحمد لله أنك عرفت جوابك، خايفة لأن حسيتك مو بمركز. الحمد لله أنك وصلت فعلا مستشفى الإرسالية الأمريكية، اسمه الأول كان مستشفى ميسن التذكاري. يستاهل، يستاهل هاني، تستاهل. 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو، وأيضا مجموعة عطور بقيمة 200 دينار مقدمة من شركة الحواد. الحمد لله. بس يا ريت إن شاء الله بس أي متصل من عقبة الله يخليكم ركزوا على صوت التليفون، لأن شيء حتى أنتوا بتخسرون الجوائز للأسف. صح صح كلامك. طبعا المشاهدين بنتواصل معاكم واتصالاتكم، لكن رايحين نطل طلة على غبقتنا في العين وراجعين نتواصل بإذن الله.
ومن العين والغبقة نرجع إلى أجواء مسابقتنا في السارية ومعنا متصلة جديدة معنا ريم علي. مساك الله بالخير ريم. مساء النور يا هلا. مساء الورد والسعادة إن شاء الله. ريم من وين تكلمينا؟ من الحد. من الحد والنعم فيك والحد كلهم ومحرك كلهم الغالية. جاهزة إن شاء الله ريم؟ إن شاء الله. شلون كذي الحماس؟ الحمد لله. إن شاء الله خير إن شاء الله. نروح عند الغالية أم هلال على طول. يلا يلا نروح عند أم هلال. مستعدة بإذن الله يا ريم؟ أي جاهزة. يلا نشوف الديرة وين بتوديك. افتر يا الديرة. يلا والديرة قاعد تفتر معاك يا ريم. قولي وإن شاء الله الشارية يا ريم. إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب. يا قطب وين قطب ريم؟ قطب هاي بدايتها ريم. قطب وين؟ قطب وين؟ الج الج جنوب. تمام جنوب. اسئلتك ان شاء الله بتكون في الالغاز الشعبيه والبدايه بتكون عندي. ركزي على ركزي عدل ريم. ها سؤالك في اللغز يعني نقول واحد سافر من البحرين الى امريكا في ساعه واحده يصير له ما يصير وشلون؟ 30 ثانية. واحد سافر من البحرين لأمريكا في ساعة واحدة. أشوف يدك. أشوف يا. شو المقصود؟ المقصود شنو؟ ريم ريم شنو في يدي؟ حرام عليك ريم. ساعة. ساعة؟ يا سلام. خلاص. خل نثبت. ثبت. نثبت. ساعة. 100 دينار يا ريم. نعم مقصود ساعة لأن في ساعة هي الفكرة أنا قلت إن في ساعة. مبروك عليك يا الغالية. مبروك عليك. يسعدك كل خير. ريم. نعم نعم الله عليك. متواصلين ان شاء الله ما عندنا خساره ان شاء الله. ان شاء الله طبعا الالغاز الشعبيه ما زلنا فيها باذن الله. سؤالك الثاني يقول سمعيني زين وتابعيني زين ان شاء الله. بنشدك عن ضيف يضيف المعازيب نذبح على شانه ولا يذوق الوليمه يشرب ولا ياكل يسمع ولا يجيب ايش حلها يا اهل العقول الفهيمه؟ 30 ثانيه. من هو؟ والخيارات ضيف. سمعيني وتابعيني يقول لك ضيف يضيف المعازيب نذبح على شانه ولا يذوق الوليمه يشرب ولا ياكل يسمع ولا يجيب الياهل. يا سلام فعلا ثبت فعلا الياهل. نقولها احنا الطفل والياهل. ألف مبروك عليك يا ريم. 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. الله عليك يا ريم. وعلى الكلام ذكرتيني في أم هلال مرة قالت لي شغلة كانت تذكرين أم هلال عن الأطفال تحديدا واليهال اللي قاعدون عن النسوان قبل يتسمعون الحكي. كانوا يقولون الأرض محروسة والطير الحمام والحمام يلقط الحب. فشوي لأن على اليهال تذكرت الموضوع. هذا هو سؤالك الحين بيكون عند أم هلال الغالية. يا رب خير. السؤال يقول الحين قولي لها بتواصل ولا بتوقف؟ لا بتواصلين يمه. بتساعدوني بواصل إن شاء الله بإذن الله. سهل إن شاء الله. ما في خيارات وعشرين ثانية لكن بإذن الله بتعرفين. بس عاد ها انت ركزي معنا ركزي مع حركه يدينا مع كل تقاسيم وينا ركزي ان شاء الله معي خليك معنا ان شاء الله. يقول السؤال بنت عزيزه على العرب رجلها فوق وراسها تحت من هي؟ أسهل منا موميش. بنت عزيزة على العرب موجود. رجلها فوق وراسها تحت ركزتي؟ عند الشباب يعني موجودة وايد يعني اللحية. أيوة ثبت ثبت. 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو. يا سلام عليك. يا سلام سلم. والعطور وفوقهم بعد فوقهم نعم بميتين دينار عطورات مقدمة من أفخم شكرا الماركات العالمية. نعم. من شركة الحواج. يا سلام مبروك عليك الغالية. تسألين كل خير. ما قصرت. يا سلام احنا متواصلين يعني على طول اليوم المسابقة سريعة معنا خالد. مساك الله بالخير خالد.
مساك الله بالنور والسرور. هلا مرحبا فيك خالد، من وين تكلمنا؟ من المحرق. من المحرق، والنعم فيك وأهل المحرق إن شاء الله. احنا وين؟ احنا المفروض عندكم صح؟ المفروض. يا سلام، بداية الخليفية أبو محرق احنا، وإن شاء الله ولد المحرق يقتنصها مثل ما نقول إن شاء الله 500 يا رب. إن شاء الله، والله إن شاء الله نتمنى بإذن الله. خالد إذا أنت جاهز نروح على طول عند الغالي أم هلال ونشوف الديرة يا خشت لك السيارة يا بنروح على الاتجاه. إن شاء الله، يلا إن شاء الله، إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله أنت جاهز ومستعد بإذن الله. جاهز أبو جاهز. نشوف الديرة وين بترسيك. افتر يا الديرة. يلا نشوف الديرة وين بترسيك يا خالد. إن شاء الله خير شكلها. يمكن, يمكن. إن شاء الله خير. إن شاء الله. شلون؟ إن شاء الله. يلا شلون؟ يلا. شكلها. في مغيب يا خالد، في مغيب. وين مغيب؟ مغيب. مغيب اللي هو الغرب. يا سلام عليك. أسئلتك بتكون إن شاء الله معاي في العيون والأبر. بس ركز معاي واللي سلمك خالد ها؟ إن شاء الله أبو إن شاء الله. يقول لك الغالي يا خلتي يا أهل الودادي يا ساكنين بكسل فؤادي يا شاربين ما يطبع يا ماكلين رطب عراد. ها بعد ها جايتك عراد صوب في محرق طوب يعني طوب ما بعدنا احنا ما بعدنا طبعا. يقول لك هذه أبيات جميلة من الشعر الشعبي يخاطب فيه الشاعر فيها أحبته، فيقول لهم يا ماكلين رطب عراد. الحين احنا عرفنا مكان الرطب اللي هي طبعا في قرية عراد، لكن أين تقع عين الطبع اللي طبعا احنا ذكرناه في الشعر اللي طاف؟ هل في الحد أو في منطقة يسمونها الزمة أو بديهيا يعني في عراد؟ أنا ما أدري خالد. قلنا الرطب عراد، يعني في وين الرطب بيكون؟ في عراد. في عراد. في عراد. ما يبي لها كلام. يا سلام عليك، 100 دينار من شركة بتلك. خالد ثبت أصلاً وأنت مغمض. مثبت أنا، بس المشكلة التوقيت صاير. يا سلام عليك. أنا وياك التلفزيون بعد شوي. لا إن شاء الله خير. ركز على التليفون يا خالد. ركز. يا الله أبوي. نشوف سؤالك الثاني عند الغالي أم هلال. السؤال يقول من العيون المندثرة عين تسمى عين الخضراء، وين تقع هذه العين؟ الخيارات. نشوف الخيارات دي. هل هي في السهلة الحضرية ولا في السهلة الفوقية ولا جبلة حبشي؟ حضرية. عكس عكس عكس. عم عيال عيال السهلة الفوقية. يا السهلة الفوقية ثبت. لا مركز خالد مركز. ما شاء الله 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو تستاهل. حلو حلو. في ترى عين أخرى ثانية في النبي صالح. نعم. اسمها عين الخضراء. ويا ربي دربه خضر لل 500. ان شاء الله ان شاء الله اجمعين. ان شاء الله اجمعين اجمعين. خالد ابو يقولك هذه 300 وضمناها بس تدني بك تحب الخيارات. سؤال ال 500 ما في خيارات. و20 ثانية ايش بتسوي؟ بتواصل؟ والله اتصالكم بخساره. بنروح على 500 عاد خالد عاد. والله انا يعني مستليمه اذا تروحون حق سؤال ال 500 وبعدين ترجعون حق ال 100 والسؤال عندي بعدين تقولون انا ما ساعدكم. وسعني انه من صوبش بعد. انا ما عندي الجواب بس اذا ام هلال بتساعدك انا عندي مشكله. صعب صعب السؤال والله. نشوف ليش لا. احنا ما نعرف الاجابه. الاجابه مو احنا ما نعرفها صراحه. بصح شو تقول؟ شلون رد علي يا حبايبي؟ والله تبع ما تقصرين يوم لولو. ان شاء الله ان شاء الله تامر. انا ما اقدر اقول شيء خلاص. اي بس ما يامر عليك ظالم. سؤالك الثالث يقول اين تقع اين تقع عين ام غويفه؟ عين ام غويفه. عين ام غويفه. ترى هي جريبه. جريبه. كم رفوع عندنا؟ اوف الشرقي. لا عكسها. كم رفوع؟ عايل الغربي عايل. احسن. ثبت ثبت. خلي اخذها على ام هلال. ثبت يا خالد وتستاهل ال 500 دينار مقدمه من شركه بتلكو، وايضا مجموعه عطورات فخمه مقدمه بقيمه 200 دينار من شركه الحواز. تستاهل تستاهل.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اي انا قاعد اقول بس يوم قالت رفاعين يعني ها قمنا انت فوق يوم انت تعرفين الجواب وانا ما ادري ايش هي تعرف. الحمد لله لما احنا جن ضيعنا. فمبروك عليك ال 500 طبعا. عندنا اتصال جديد. الو مساء الخير ايمان. ايمان مساء النور. يا هلا ومرحبا فيك ايمان. شلونك؟ الحمد لله بخير شخوات. الله يسلمك ايمان. من وين تكلمينا؟ من اي منطقه في البحرين؟ منطقه مدينه عيسى. مدينه عيسى ونعم فيك وهل مدينه عيسى. ايمان ان شاء الله تكونين جاهزه حق المسابقه. ما شاء الله المتسابقين اللي قبلك كلهم معلوماتهم حلوة وصلوا إلى 500. إن شاء الله نقول فالت 500. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إذا أنت جاهزة نروح حق الغالي أم هلال تفرلت الديرة. إن شاء الله وبإذن الله جاهزة نشوف الديرة وين بترسيج. افتري الديرة. يلا ويا رب خير. إن شاء الله يا رب خير. يا رب خير. يا رب السارية. إن شاء الله. يا رب السارية يا رب. يا رب. مغيب. وين مغيب يا إيمان؟ غرب. غرب وانتي الصح. مكان اللي تغيب الشمس. لكن مو ذي سؤالك. سؤالك إن شاء الله راح يكون عن الجمل. إن شاء الله معلوماتك زينة. أوكي الوالد وياي. الحمد لله. الحمد لله. هلت جام هلت وياك ويمك. إن شاء الله فالت 500 دينار. سؤالك الأول يقول كم ضرس ينمو للجمل؟ أعطيك خيارات؟ أكيد 30 28 ولا 34 ضرس؟ 34. يا سلام. 34 ضرس. يا سلام. ثبت ثبت. أنا ما علمتها هي بروحها قالت 34. لا ما شاء الله عليها من غير ولا شيء. تبارك الله. 100 دينار مقدمة مشاركة بثلكم تستاهلين. طبعا إن شاء الله بتواصلين معنا أكيد. وسؤالك الثاني بيكون عند أم هلال. ما فيها خسارة مثل ما نقول دائما. بنروح على 300 إن شاء الله خير. أم هلال السؤال يقول بعد عن اليمل كم يوم يحتمل اليمل العطش أيام الصيف؟ يتحمل اليمل العطش أيام الصيف كم يوم؟ هل هو أسبوعين أو شهر أو شهرين؟ ها اسبوعين. اسبوعين. ثبت. يا سلام عليك. نعم نعم فعلا ام هلال طبعا. اي نعم في الصيف يصبر الجمل عن الماي لمده تصل الى اسبوعين. لكن في الشتاء اللي اتقل حاجته الى الماء ويستعيض عنها كميات الماء الموجودة في النباتات اللي هو يأكلها طول الوقت. يا سلام عليك يا أم هلال وعلى المعلومة. يعطيك العافية. إيمان 300 ضمناها الحمد لله. الحين عاد سؤال 500. 500 20 ثانية ما فيها إجابة. ما فيها خيارات. ما فيها إجابة من صوبي. ما لأن ما أعرف الإجابة أنا صراحة. وأنا أتوقع أنه بيكون صعب صراحة لأن الإجابة ما أعرف. أنت براحتك بس أمانة أن أنا ما أعرف الإجابة وبيكون صعب علي أنا أن حتى أساعد. فالخيار لك إيمان بتواصلين ولا بتنسحبين؟ صعب السؤال. صعب صعب السؤال. لا بواصل. بتواصلين؟ نتوكل على الله. ما في خيارات. ما في خيارات وعندك بعد بتعلوني. أنا قاعد أقول لك أمانة ما أعرف والله ما أعرف. والله أنا بعد ما عندي فكرة عنه. فبتواصلين نواصل. سؤالك بعد بيكون في الجمل. توكل على الله. توكل على الله. خل تاخذ ال 300. ايمان ايمان معاي. لا بواصل. نواصل معاكم. تمام. ايمان يقول لك يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. صدق الله العظيم. سؤالي لك ما معنى حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ هذا هو السؤال. عندك 20 ثانية وما في خيار. في سم الخياط ها؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط. شنو الجواب؟ شنو يعني؟ شنو يدخل في الإبرة؟ حتى شنو يعني؟ يدخل في الإبرة؟
صح كنترول؟ خلاص نثبت قالوا لي صح. يا سلام يا سلام عليك 500 دينار مبروك عليك ال 500. نعم مبروك عليك. صلاة على النبي محمد. ثبتوا ثبتوا. لا ثبتنا خلاص. مفروض من أول ما ابتديت السؤال ثبت. وقال يباب إن شاء الله خير بإذن الله. 500 دينار مبروك عليك من شركة بتلكو، وأيضا قسيمة بقيمة 200 دينار مجموعة عطورات فاخرة من شركة ومحلات الحواج. مبروك عليك الغالي. استاهلين. مبروك عليك وما شاء الله اليوم كل المتصلين. آه الحمد لله. وصلوا ال 500 دينار والحمد لله. قالوا لي الكنترول إن الإجابة صح بس. خفت ان الثواني. الحمد لله. اهم شيء الجميع مستانس. طبعا مشاهدينا بنتواصل معاكم واتصالاتكم في مسابقات الساريه، لكن خلونا ناخذ طله على العين وراجعين نتواصل معاكم باذن الله. أجواء العين الجميلة أكيد ما تنتهي معانا وغبقتنا على وشك أن تجهز إن شاء الله، لكن مشاهدين نروح فاصل معاكم، بعد الفاصل بنتواصل معاكم في السارية. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. نحييكم مشاهدينا مرة ثانية من السارية، وسمحوا لي أرجع أكرر الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للبرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير للبرنامج، وشركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده، وأيضا شركة إبراهيم خليل كانوا على تقديمهم للسيارات في البرنامج. طبعا نعم. طبعا خلونا مشاهدين نذكركم بطريقة المشاركة في البرنامج. كل ما عليكم الدخول للموقع الإلكتروني اللي موجود أسفل الشاشة، سجلون فيه بياناتكم المطلوبة، الاسم الكامل، رقم الموبايل والرقم الشخصي، بإذن الله بتكونوا من المحظوظين والمشاركين معنا. نتصل فيكم من العيد خلاص إن شاء الله، بكرة رمضان وبعد 3 أيام العيد إن شاء الله. أكيد دام إن إحنا ناطرين نسمع صوت المتصلين نقول ألو مساء الخير. ألو مرحبا. مرحبا مساء الخير. يا هلا ومرحبا. أهلا وسهلا. يا هلا ريان معاي. ريان شلونك؟ أبو ريان. أبو ريان والنعم فيك أبو ريان. من وين تكلمنا أبو ريان؟ من أم الحصم. من أم الحصم والنعم فيك وأهل أم الحصم كلهم. إن شاء الله تكون جاهز إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. سارية توقع. يا ريت إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله. يا رب يا رب نروح عند الغالي أم هلال أبو ريان ونشوف وين بترسيك الديرة إن شاء الله مثل ما طلبت السارية. يا رب إن شاء الله. يلا يا أم هلال جاهز بإذن الله. بإذن الله يا أم هلال إن شاء الله جاهزين. نشوف الديرة وين بترسيك. افتري يا الديرة افتري يا الديرة. يلا
لا محطوطة عند الديرة بعد الديرة عند السارية 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 بريان مبروك الله يبارك فيك مدقة مبروك لك أنت يا الغالي 500 دينار من لجنة رياضات الموروث هيا توقع ريان ها هذه ريان الله يحفظه يا سلام يا سلام إن شاء الله دوم الضحكة يا رب مبروك عليكم 500 دينار تسوى هذه الفرحة الله يخليك إن شاء الله تستاهل يا بريان كان فعلا اي والله كان خاطر كل المتصلين اليوم الحمد لله رب العالمين انا مستانسه زيد منهم اي طبعا اكيد كنا انا اللي ماخذه الساريه وانا ماخذه 500 ما احنا دائما يصيدنا هذا الحماس مهلال يعني شفنا اليوم الساريه الحمد لله طلعت الحمد لله السياره الحمد لله ربحوها الاغلبيه طبعا كانوا الى 50 ما توقع في احد كلها 500 اليوم ما شاء الله يعني ما شاء الله احنا بياض ويمع الناس يا رب ايش رايكم عاد الحين نعم. قبل نختم البرنامج ناخذ بريك ناخذ بريك نروح العين عشان نطمن ان شاء الله نطمن على غبقتنا مشاهدينا خلونا ناخذ طله اخيره على العين وغبقتنا وراجع نتواصل وياكم باذن الله ان شاء الله احنا موجودين الحين عند الغالي في السيام عند ام هلال على السيام على السيام اي في السيام وين في السيام شلون على السيام قاعدين مع ام هلال الغالي طبعا هذه القعده معناته ان احنا في انتظار الغبقه ان شاء الله توصلنا طبعا احنا وصلنا معكم مشاهدينا لختام هذه الحلقه اليوم ومن العين ان شاء الله ومن هالروايح والاطباق الطيبه اللي احنا شفناها اللي قدمها يوميا لنا مطعم الداعوس الاكلات الشعبيه نقول له كل الشكر لكم بس ام هلال نعم نيله نعم. عندنا لازم نشكر مجددا الناس اللي يعني طرشت الاشياء الجميله عندنا طبعا اكيد كرامبلز بيكري نشكرهم على تواجدهم اليوم معنا صحيح. الكيكات اللي طرشوهم لنا ما قصرتوا عليها ما شاء الله يعني كل كيكه تحكي وتقول الزود عندي اي والله مشكورين على وقفتكم ويانا مشكورين على هذه النقصات شكر لازم نشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذا البرنامج اللي وقف معنا وحقق هذه البرنامج أكيد وإلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على تقديمهم الدعم لبرنامجنا وأيضا شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وما ننسى أيضا إبراهيم خليل كانوا على وقفتهم معنا وتقديم السيارات نعم وطبعا طبعا ما ننسى ان اليوم اكيد بنتلاقى مع الناس انا بكره رمضان ان شاء الله 10:30 بس في شيء مميز اليوم ختامها مسك اليوم الختام شلون راح يكون ختامها مسك نشوف الوداع يا سلام يا رمضان تفضلوا ونشوفكم بكره ان شاء الله ان شاء الله, الله. أول ما نبدي Hey, hey, hey.
شكرا لله يا عظيم والعبد لي طاعي ربه يفوز فوز العظيم هلا ودا يا هلا ودا يا رمضان عليك السلام يا شهر الصيام هللت مكة وقالت مرحبا شكراً.